فيديو اليوم رح نكمل سلسلة قصص من الرجولة، وخصوصا قصة لما ابوي مسكني بنادي ليلي بتركيا وهو بالاردن. خلينا نحكي عن الموضوع. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل، وجيت كل يوم بفيديو جديد. طبعا كالعادة يا جماعة اسف على السهل، اخر فيديو نزل على القناة من تقريبا 10 ايام. يا جماعة 10 ايام صار كثير شغلات بهذول 10 ايام. ملكة بريطانيا اليزابيث ماتت وهي عمرها 96 سنة، الله يرحمها كان ضايلها 4 سنين وبتفلل شحن، شكله كان في حدا حاطها على الشاحن وناسيها. المهم انها ماتت، مش بس هي، حتى احمد الخليلي مات ورجع عاش، جاب 400 الف متابع وعاش. سبحانك ربي. يا اخي سؤال، انت متابعينك تعبت عشان تجيبهم؟ يا زلمة بقول لك متت عشان اجيبهم. في كثير ناس ماتت وعاشت بهذول 10 ايام، شكله اسرائيل قاعد بداوم اوفر تايم. بس يا جماعة انا ما اخذت 10 ايام لاني عرس، وانا عرس بس مش هذا السبب الرئيسي. انا لي 10 ايام غايب لانه كل حساباتي لها 10 ايام مهكر، يوتيوب انستغرام تويتر سناب شات واتساب، كل شيء عندي كان مهكر. هكر ايش يا حم؟ مش ضايل غير تهكر الغسالة. يا زلمة انت لو تشد حالك شوي بتهكر شعر بخادي. طب الله يسامحك، بتهكر وبتهكر، كان هكرت خشمي سكرته شوي. شايفه كيف واصل لصورتي؟ لما اطلع من البيت بمسكه بحطه على كتفي وبطلع. اسمع، ما بتقدر تهكر قلب دلال بنت ابو عصام لباب الحارة وتخليها تحبني. بس دير بالك ترى جوز دلال وزير اردني، هذا ما في عنده هكر، هذا بيبعث لك الحرس يشوطوك كف يجيبوا لك خلع ولاد. جوز دلال اذا كنت بتحضر الفيديو انا بمزح، انا ما بحبها، انا بعشقها. حياة امك ما تحبس دعابي، بس دعابي تحبسنيش بعرضه. بس الحمد لله يا جماعه انه الهكر طلع واحد من متابعيني وهكرني لاني ساحب على القناه. انا اليوتيوبر الوحيد بالكوكب اللي بس اسحب من قناتي، المتابعين بيجوني على البيت ما برضوا يروحوا من باب بيتي غير لما اوعدهم اني راح انزل فيديو. روحوا على ابوي، يا عم شوف ابنك ساحب على القناه مش راضي ينزل، هاكروا قناتي عشان يجبروني انزل فيديو خاوي. والهكر كان شرطه عشان يرجع لي حساباتي اني انزل فيديو من سلسله القصص. فانا قلت له يا حبيبي يا هاكر كيف انزل فيديو للقناه معاه؟ بالدعاء يعني يا رب ينزل فيديو على القناه، لا بدي القناه عشان انزل عليها فيديو. ما خليت لاي شيء احكي مع الناس، كل شيء هكرته بالحمام الزاجل انزل فيديو. رجع للقناه يوم الاربعاء، قال لي اذا ما بتنزل فيديو من القصص يوم الخميس راح ارجع وهكر القناه. انا قلت له بتهددني انا ولا انا الهيكل الاعظم؟ اخر واحد هددني لسه امه بتدور عليه. بقول لك انا ثاني اسلم رجل بالتاريخ بعد صدام حسين، المفروض اكون الاول بس استحيت اكون فوقي. بقول لك انا شعر بخادي اسلم من نص الوطن العربي، جاي تهددني انا؟ طب والله ما بنزل فيديو الخميس واعمل بدك اياه. يوم الخميس لقيته مهكر حساب الانستغرام وحافظ، والله حذفه، واللي متابعني على الانستغرام بيعرف انه حسابي انحذف، وعملت حساب احتياطي هيو قدامكم زي ما انتم شايفين. رحت عليه قلت له يا زلمه انت صدقت اني الهيكل الاعظم؟ يا زلمه انا اسمي سوسن، واصلا اخر واحد هددني ما صار في شيء. دعابي والله دعابي، لا تاخذ الامور بجديه يا هكر. اخر اتفاق صار بيني وبين الهكر انه رجع لي قناتي وكل حساباتي، بس اذا بقطع على القناه اكثر من 5 ايام برجع بهكر كل شيء. والله وعرفت تربوني يا هياكل. وبمناسبه رجعت القناه وصلنا هذا الفيديو 100000 لايك. يمكن تسال عزيز المتابع اللايك تبع شو راح يفيد؟ اقول لك بكل بساطه لما تحط لايك الفيديو بنتشر اكثر، من ينتشر اكثر بصير معي مصاري اكثر، اذا صار معي مصاري اكثر بتجوز بجيب ام هيكل وبجيب منها هياكل صغار عرصات مش مهونه. اذا حابب تشوف هياكل صغار عرصات زيي حط لايك على الفيديو. اهلا وسهلا فيكم في عوده اقوى سلسله قصص عربيه على الاطلاق، قصص من الرجول. سهل تكون يوتيوبر بس صعب تكون ابو هيكل. المهم يا جماعه بلش القصه قبل تقريبا شهر لما رجعت من لبنان. فقبل شهر يا جماعه سافرت 4 سفرات بشهر، شغل لشغلات بتخص القناه، رحت قطر ودبي ولبنان والسعوديه. رجعت من لبنان على الاردن، دخلت على البيت ابوي فضى عرض، بقول له شو باقي تعمل بلبنان؟ اكيد رايح تصرف مصاريك على نساء كاسيات عاريات يا قليل الادب. فانا قلت له يا ابوي حبه حبه، اول شيء بخصوص قصه قليل الادب، هذا يعني انه انا عندي ادب بس قليل، هذا شيء احسن من اني اكون بلا ادب والعياذ بالله. انا عندي ادب بس قليل، ان شاء الله مع الوقت بنكبر. وبخصوص قصه النساء الكاسيات العاريات، فانا يابا ابنك طالع لك فكني ما بعرف عن السوريه سكرتير دكتورة الاسنان، بعرف انك بتحكي معاها بس ما بدي احكي لامي عشان ما تلحقنا انا وياك بطنجرة الضغط. والله لو احكي لامي غير 20 جريح و40 قتيل عندنا بالبيت، خلينا نضل ساترين على بعض ويسعد دينا. بس ابوي بيقول لا خلص بكفي سفر، اقسم بالله لو بتسافر كمان مره لا اطلق امك. امي قاعده زي هيك على التلفزيون صفرة بتحكي احا، انا مال امي يعني اذا ابني سافر انا اطلق ليش؟ شو سخريه القدر هاي؟ انا قلت له يا ابوي اهدى، انا بسافر شغل وانت مش فاهم شو شغلي اصلا. بس ابوي بيقول لا انا بعرف شو شغلك، انت يوتيوبر، اقسم بالله لو بتسافر كمان مره غير اكسر لك اليوتيوب تبعك. انا هون احا واضح كثير انك تعرف شو شغلك، لدرجة انك بتفكر اليوتيوب زي التليفون او الاله الحاسبه بدك تكسر. انا قلت له بدك صراحه يابا اليوتيوب ضيعته نسيته بالطياره. قال لي لا عارفك بتروح هسه بتشتري يوتيوب غيره. قلت له يابا ما انا اشتريت يوتيوب غيره وقعدت عليه وانكسر، اشتريت كمان يوتيوب برو ماكس 3 كاميرات تخيل بس بطل يكبر. هون خلص ابوي يتاكد انه انا ما عندي يوتيوب واليوتيوب تبعي انكسر. المهم يا جماعه هو خلص اكتشفت انه من هون لست شهور ما راح اقدر اسافر. اللي عارف لو سافرت ابوي حيشمط 44 قطعه خدوه. روحت على البيت وجه عندي صاحبي ايهم قاعد تشرح له عن الفرق بين بنات الزرقاء وبنات لبنان. ايهم مش عمره ما طلع من الزرقاء، عمره ما طلع من الحاره، انا عمره ما شاف غير بنات حارتنا اللي احلى واحده فيهم بس تصحى الصبح بتحدد سكسوكتها. قعدت اقول له يا ايهم بلبنان البنات بيحلقوا شواربهم. قاعد يقول لي مستحيل انا عمري ما شفت بالحاره عندنا هيك شيء. قلت له يا ايهم كل شيء بنات لبنان بيختلف عن بنات حارتنا، يعني هناك لو تيجي عليك تحكي لك يفضى عرضك، يفضى عرضك وهي تطعيمه بتحسها بتحكي عن نوع حلويات، يعني بعرض اختك بدها اثنين يفضى عرضك زياده قطر. هون بتصحى الصبح تحكي لك مين ابن الوسخه اللي طفى المكيف. فرق ثقافات حبيبي ايهم انت فاهم؟ لبنان بس تيجي بنت تستقبلك بتحكي لك هاي بيبي شو عم تعمل؟ بالزرقاء يقولها صباح الخير بتحكي لك يفضح امك على الصبح. لبنان بتحكي لك بيبي، بالزرقاء ما بيقدروا احبالهم الصوتيه ما بتسمح لهم. الاحبال الصوتيه لبنات حالتها احبال صوتيه رجل 40 مطلق مرتين بدخن له 30 سنه الام احمر. الاحبال الصوتيه تاعت بنات
بنات لبنان بتحسها مصنوعه هيك من شعر البنات، بتحس لونها زهري. لازم انظف بيت عنا بالحاره، عليها 3 جود مخدرات محبوسه على شروع بالقتل. بنات لبنان لو انكسرت فرها تقعد 6 شهور تعيط، تدخل حاله اكتئاب لو بنظرها هيك خلص بطلت انثى. الا بتلاقيها ايديها ايدين طوبرج، مبدله اصابعها بطناجر ضغط، لو تشبطك كف بتجيب لك ارتجاج بالمخ. ايهم انت فاهمني؟ اقسم لا في فرق كبير. هون ايهم صفن فيي وعيونه تغلغل بالدموع، بده يجهش بالبكاء. اللي بتعرف ابو هيكل؟ انا عمري ما سافرت بحياتي يا زلمه، انا مره واحده بحياتي طلعت من زرقاء ب 2006 بس ماتت عمتي اللي بعمان. ابو هيكل انا مش حافظ دعاء السفر لانه عمري ما استخدمته بحياتي يا زلمه، انا المره الوحيده اللي شفت فيها مطار بحياتي على التيك توك وانا بكلم بس بنت استقبل ضحى بالمطار. انا قلت له بس اليوم بدي اسافرك على تركيا، هسه بنروح بنطلع جواز سفر ومسافر بالطياره. قال لي احا جواز سفر؟ انا كنت افكر جواز سفر بس بطلع للملوك والرؤساء، وطياره انا كنت افكر الطياره شيء مش حقيقي بطلع بالافلام زيه زي الديناصورات. وانا بحكي معاه تذكرت لما ابوي قال لي اذا بتسافر كمان مره راح اطلق امي، وامي مره محترمه ما تستاهل هذا الشيء، يعني اللي 25 سنه بعرفها عمري ما شفت منها شيء. هاي غرقة ترى اقسم لا بعتبرها زي امي، يعني امي لو انها تطبيق راح اقيمها 8 من 10، يضل 2-1 لانه التوقيت عندها غلط. روح عليها بقولها امي صحيني الساعة 8، تيجي علي الساعة 7 بتحكي لي اصحى الساعة 10، واحد اللي بضل لانه بضلها تطبخ بامي. مين بحب ام البامي بالعالم غير واحد راسه مربع ورجليه الثنتين الشمال وبشجع برشلونة؟ كل ما تعمل بامي بتتفاجئ اني ما بحبها، اخر اسبوع تفاجأت 3 مرات. انا قلت له هيك بتروح ابوك تحكي له نفسيتك تعبانة، بتضحك عليه بكلمتين بخليك تسافر. خشيت عليه قلت له يابا ترى نفسيتي كثير تعبانة، قال لي ليش حامل؟ انا قلت بس ابو هيكل اعمل حالك زعلان من كلمة حامل وروح اقعد بالغرفة لحالك، وبس يشوفك زعلت وتأثرت من كلمة حامل راح يخليك تسافر. قلت له يابا انا زلمة عمري 25 سنة ما بصير تحكي معي هذا الحكي، ودخلت على الغرفة وسكرت حالي الباب. قاعد بالغرفة لحالي بستنى ابوي يدخل علي يراضيني، فتح علي باب الغرفة قال لي يابا زعلت؟ قلت له اه والله زعلت، قال لي دير بالك الزعل مش كويس للي ببطنك. انا هون زعلت عن جد احا خف عقلي، قلت له يابا من الاخر انا زلمة نفسيتي تعبانة وبفكر بالانتحار. فضل ابوي قال لي احا ليش؟ قلت له يابا انت عارف اليوتيوب تبعي قعدت عليه وانكسر ونفسيتي كثير تعبانة وبفكر اروح انام عند صاحبي ايهم 4-5 ايام. قال لي يفضى عرضه قبل نص ساعة رجعت من السفر بدك تروح تنام عند ايهم. قلت له يا ابوي نفسيتي قلبي تعبان ضايج مختنق. هون خلص ضمنت له ابوي بجيت واخذ ايهم رحنا نطلع له جواز سفر. هون بلش الموظف تبع الجوازات يتزانخ، طلع علينا زي هيك اه جواز سفر هذا لشو بدكم اياه؟ ضمنت فيه زي هيك قلت له والله جواز سفر لازمنا عشان بس نعمل بشار بالبيت، ايدين الطنجره بسخن فمحتاجين جواز سفر عشان نمسكها بدون ما ننحرق. يعني جواز سفر يا اخوي اكيد مش هلعب فيه شد، شو الاستخدام الوحيد للجواز سفر بالعالم؟ بدي اسافر يا زلمه بلها بلهاته. جبنا جواز سفر وطياره على المطار بدنا نحجز اول تيكت على تركيا. قام دخلنا على المطار وقف ايهم قال بس لا في شيء ناقص، ايش المطار محتفل فيه؟ انا بعرف اي حدا بيروح على المطار بيحتفلوا فيه بجيبوا له فرقه، هاي الفرقه اللي بغنوا جاني الهوى حمل رساله. قلت له حبيبي ايهم هذا الاشي مش من المطار، انا عارف انه عمرك ما شفت مطار بحياتك غير على التيك توك بس ضحى اجت على الاردن، هاي الفرقه ميكس جاب لها اياها، هاي مش من المطار. ايهم عرض امك خلاها حق الطياره قبل ما تروح علينا يلا. هو ماشي وخاف عقله ما غنوليش جاني الهوى محملني رساله. طلعنا على الطياره اللي صار زي هيك بالظبط، وظيفي مسك الجواز سفري طلعت حكت احا ابو هيكل اكلنا خلص. احكي لي ابو هيكل عارف انه في محتوى قصص وانا بتابعك والله بس ممكن ما تصير محتوى، كل قصصك اللي حضرتهم لما كنت بالطيارات جبت فيها ام العيد، ممكن بس هاي المره ما تجيب العيد لانه عرض اختي ما لي غير 3 ايام بهذا الشغل وما بدي يطردوني. قلت لها بس لو سمحتي الزم حدود، انا ابو هيكل على اليوتيوب هذا ضحك ومزح بس انا على الحقيقه غير. امشي انا صفنت بايهم قلت له جهز نجيب العيد، ما بعرف كيف صدقتني مع انه عرس عرس كان على اليوتيوب او على الواقع، ان شاء الله بتجنن راح يكون عرس. فماشي بمر الطياره انا وايهم وعندي هدف واحد بحياتي وحلم نفسي احققه، بدي ادخن بالطياره بدون ما انمسك. هو ما قعد على الكراسي اجت عليه المضيفه نفسها بتحكي لي ابو هيكل انت عارف انه التدخين ممنوع؟ قلت لها انا اللي عارف، روحي في ولد صغير بعيط روحي اعطيه رضاعه قبل ما اشرطك 40 كف، هلا عن امي التدخين ممنوع، انا مسافر عشان ادخن، واحد من احلامي ادخن على الطياره بدون ما انمسك. قاعدين بنص الطياره على الكرسي الثلاثي جنبي واحد منهم ما بعرفه وجنبي من هون ايه. فالشاب اللي ما بعرف طلع اسمه يزيد، يزيد طلع علي بيقول لي انت مسلم؟ قلت له اللي بتحترم كل الديانات وكل الناس. اذا انا الوحيد بالعالم اللي بحترمه ابن حارتنا اللي اسمه احمد طاعن اخته، وهذا بحترمه غصب عني يعني ما في قدامي خيارات، بس قول يعني اعتبرني بحترم كل الناس، شو بدك شو مشكلتك؟ بيقول لي انا مسافر على تركيا لانها بلد بتحترم الملحدين وانا ملحد. قلت له حلو انت ملحد انا بظهرك بوقف بظهرك، اللي يسعد دينك تحترم الناس كلها. قلت له انا بوقف بظهرك بس مش عشان اسندك عشان اعمل فيك شيء ثاني. بلش ابن الوسخه بده يقنعني بالالحاد، طلع علي زي هيك اللي يعطيني دليل واحد على وجود الله. انا انصبت فيه قلت له يا ابن الوسخه بس تحكي عن ربنا بتحكي باحترام بلاش احشي اجر الطيب. طاهر القلب نقي ذاكر لله. طار الطياره وصلنا بالجو طلع علي بيقول لي اثبت لك انه الله مش موجود. انا هون قلت خليني اسال، قلت له اثبت لي. طلع علي زي قال لي بتحدى الله يوقع الطياره. انا هون قلت اقلنا خرا يا كبير، انا والله يا الله ما دخلني، انا قاعد بصلي قبل ما اطلع الطياره. قلت له يا ابن الوسخه بشمطك كف بركبتي بودي روحك عند ربنا عشان تتاكد انه موجود بنفسه. احنا قاعدين بنحكي وبقنعني بالالحاد، اجت وظيفه الطيران فطلب منها اكل. لما تطلب اكل على الطياره غير بقدموا لك اياه، هذا الشيء كثير غالي وهو طلب كثير شغله. انا هون قلت ماشي الله يفضى عرضي راح اخليك تاكل لك بس يوصل الاكل وتدفع لك 300-400 دولار والله لقرفك حياه. اجت المضيفه جابت له 3 صدور اكل، قلت بس ابو هيكل اشتغل. اجى بده ياكل اول لقمه قلت له استاذ يزيد بتعرف شو هي انواع الخرب اللي بعد اذنك قاعد باكل يعني مش منطق. قلت له يا استاذ يزيد هذا نقاش فلسفي وجودي منطقي اسمعني للاخر ارجوك. انواع الخرب يا استاذ يزيد اول نوع هي الخريه القذيفه، هاي الخريه القذيفه يا استاذ يزيد تتميز بانها بتفرغ كل شيء مره واحده لدرجه انه من قوتها بتطرطش مي على طين. طاهر القلب نقي ذاكر لله. بس للامانه المشاوي طالبها باين عليها كثير زاكي عشان هيك خلينا نبلش
بالنوع الثاني. نوع الخرى الثاني يا استاذ يزيد هي الخرية السفينة. اطلقت عليها اسم الخرية السفينة لسبب واحد، انه بعد ما تفرغها بتضل تكمس السيفون، ما بتروح، بتضل تروح معك يمين شمال زي السفينة بس ما بتختفي. اصيل البرتقال شكلك كثير حاب تشربه، عشان هيك خليني اجيك بنوع الخرى الثالث. نوع الخرى الثالث هي الخرية المنبثرة. اطلقت عليها اسم المنبثرة لسبب انك لما تعملها ما بتنزل بشكل طبيعي، بتنزل هيك تحس زي شظايا القنبلة اللي بتطرطش كل مكان، ممكن تلاقيها على السقف. بس الامانة حاس نفسك بالزيتون. عشان هيك نوع الخرية الرابع هي خرية المداهمة. الخرية يا استاذ يزيد بتكون بعد ما خلصت من الحمام ولبست وبدك تطلع بتحس انه لسه في كمان، فبترجع وبتكملها هون بتحس انه طيب ضحكت عليك انه احا ليش ما خلصتي من الاول. بما انك كثير مشتهي الشاورما فخليني اخش لك على النوع الخامس اللي هي الخرية الدبوس. قال لي خلص فجع، انا اصلا شبعت وبدي ارجع الاكل، اصلا مش مشتهي الاكل بدي شيء. هون حسيت حالي نصرت الاسلام والمسلمين، حسيت حالي هيك ذاكر نايك قاعد، انا اذا راح ادخل الجنة راح ادخل الجنة لاني سديت نفسه. الحمد لله الله وفقني على هاي المهمة، كانت كثير صعبة بس كنت قد. بعديها بنص ساعة اجى الملحد طلب اكل كمان مرة، قلت له بس اكيد حاب تعرف الخرية الدبوس. راح المضيف قال لها لو سمحتي بدي اغير الكرسي تبعك. لا بس صار الحكي بكلف مصاري، قال لها بدفع قد ما ادفع بس غيري الكرسي. هون الملحد غير كرسيه وانا الحمد لله صار عندي كرسيين وبقدر انام براحتي. ليش بدك تنام؟ حط راسك هون. يا عظمة مو يا عظمة. أيها. يا مالك منها انت صحصل شوي يعني اللي هو هاي تحت وين احط راسي. بعد ما خلصت من الملحد ظل عندي هدف واحد بدي ادخن. انا هون اخذت السيجاره وقاعد ادخن بالسر، ما حسيت والمضيفه جاي علي. كيف عرفت اني بدخن؟ كنت فوق تحت الكرسي. طلع يا جماعه في حساس للدخان عندي على الكرسي وبس تدخن في فوقيك لمبه بتضرب. فكل الطياره عرفت اني بدخن. اجت المضيفه اخذت جوازي وعطته لتبع الامن، اجى علي تبع الامن قال لي اسمع مبدئيا ممنوع تدخل تركيا وراح ترجع نفس الطياره على الاردن تتغرم 5000 دولار. انا قلت له اوكي ما بدك تدخن تركيا، لا تدخني انت بتعرف انا اصلا ليش رايح على تركيا؟ تعرف انا شو مريض ورايح اتعالج هناك؟ ما بتعرف ماشي. لا احا مالك شو صاير معك؟ قلت له مش ضروري تعرف، خلص انتوا سحبتوا جوازي وبدكم ترجعوني على الاردن انا راح اموت. قول لي مال امك بس فهمني شو مرضك. انا هون عجبت قلت له ركبتي. طبعا في قال لي احا في حد بمرض بركبتي. قلت له ركبتي فيها دود بضل يزغزغني، هذا مرض نادر بيصاب بس في 6 بالعالم وانا السابق، ما له علاج غير بتركيا، خلص رجعوني على الاردن بدي اموت انا ويقص الجري مش مهم. اجى علي تبع الامن قال لي خلص يا عمي خذ هاي جوازك ولما بدك تدخن تعال علي بوديك على مكان تدخن. قلت له يسعد دينك انا وركبتي والدود راضين عنك. لما وصلنا تركيا وطلعنا من المطار لقينا هذول بكونوا على الباب تاعون شركات السياحه. اجى علي شاب سوري ولا بقول شباب لازمكم دليل سياحي. قلت له لا والله ما بدي اكمل طريق. بعدين اجى علي صار وجوش بقول لي اسمع اذا بدكم نسوان حشيش اي شيء عندي. انه احا شو انت خريج جامعه الكفر الاهليه معك دوري ابطال اوروبا بالالحاب ولهاب اخوك بالرضاعه مش عندك اشي حلال دغري نسوان وحشيش؟ انت مش دليل سياحي انت دليل جريمه، انت دليل انه الانسان اتطور من قبل. الملحد اللي كان جنبي على الطياره مين بيكون؟ ابوك؟ عرض امك عندك اشي حلال؟ اللي اسمع انتوا الاثنين جايين من سفره واكيد تعبانين، في عندي مساج حلال 100%. وانت طلعت على ايهم قلت له والله تعبانين وظهري بوجعني من الطياره خلينا نروح نعمل مساج. طلعت على دليل الجريمه قلت له تعال معنا خروا على الاوتيل نحط شنطتينا ونروح نعمل مساج. رحت على الاوتيل حطيت الشناتي واخذت 200 دولار من الشنطه. انا هون صفلت بحكي مستحيل المساج يكلف اكثر من 200 دولار. والله لو اصابعك خريجين جامعه هارفارد ما بيكلف اكثر من هيك. رجعنا مع دليل الجريمه على محل المساج، قاعد ياخذنا دخل يمين دخل شمال فوق اطلع درج انزل نفق. الطريق كثير مشبوه وما في اي مخلوق غير اطلع درج افتح باب اطلع من باب ثاني انزل درج اطلع نفق. المكان كان كثير غريب، اخر شيء قلنا ادخلوا من هذاك الباب وهو رجع تركنا لحالنا. فتحنا الباب ودخلنا المنظر كان بالضبط في 8 شباب قاعدين وثمان بنات قاعدين وورانا 4 بوديجارد. الثمان بنات والثمان شباب اللي كانوا موجودين مش لابسين ولا شيء كما خلقتني ربي. مش بالضبط واقفين انا وايهم قدامنا البنات والشباب الشالحين وورانا البوديجارد. انا هون تاكدت انه في شيء غلط بس بدي احاول ادارك الموقف فبقول له بدي اعمل مساج. بقول لي بدك شاب ولا بنت؟ قلت له بصراحه بدي شاب يعمل لي مساج بس اكيد راح يكون لابس صح. قال لي حبيبي ما نتهبل على بعض، هذا مش محل مساج ابدا، انك تبع اولاد وبتحب الشباب خذ شاب وادخل معاه على الغرفه، انك تبع بنات تلقي بنت وادخل معاها على الغرفه. قلت له بصراحه انا تبع بسس. عندك بس شكله فيش عندك بسس. خلص يلا بنشوفك سلام عليكم. قال لي بنشوفك مين انت؟ مجرد ما دخلت لازم تدفع. قلت له بس انا ما عملت شيء عشان ادفع. قال لي بدك تعمل اعمل، هاي البنات والشباب قدام، ما بدك تعمل لا تعمل، اسحب حالك وروح بس لازم تدفع مجرد ما دخلت المحل. انا خف عقلي قلت له انا ابو هيكل انا ابصر شو؟ طلعوا علي بتقارد حكوا له ابو هيكل مين حبيبي؟ احنا بنقتلك وبندفنك هون ومحدش داري عنك. على الشخص 1000 دولار انتوا الاثنين 2000 دولار ادفعوهم نترككم تروح، بتدفعوهم تتربطوا عنا والله ما حد بدري عنك. باختصار طلعوا هذول عصابه بيستدرجوا الناس باسم المساج بس توصل عندهم بيسلبوك مصاري. انا هون شو قلت؟ بقول له انه مصاريه بالاوتيل وبخليهم يجي معه على الاوتيل واول شرطي بوقفه وبحكي له. قلت له انا بصراحه معيش غير 200 دولار والباقي بالاوتيل تعالوا معي. قال لي والله ما بتطلع من هون غير لما تدفع ال 2000 دولار حولنا اياهم حساب البنك. على اي حدا خليه يحول 2000 دولار حساب البنك بتروح وغير هيك مش حد يطلع. بلش الموضوع يصير اخطر، بلش البديجارد جد يتحركشوا فينا. انا هون حسيت انه جد يا بدفع 2000 دولار يا بموت، لانها طلعت عصابه مختصه بهيك اشياء. انا حساب البنك اللي فيه الفلوس بالاردن وبطاقه البنك بس مع ابوي لما اسافر. انا هون اضطريت احكي اصعب مكالمه بحياتي، مسكت تليفوني ورنيت ابوي. رد علي ابوي اول شيء قلت له يا امي جنبك؟ قال لي قلت له طلقها. قل ليش بلاش؟ قلت له اسمع طلقها هسه انك حطلقها على كل الجهات. اول شيء انا شيء بدي ابعث لك رقم حساب على الواتساب بتروح بتحول له 2000 دولار. قال ليش شو القصه؟ قلت له لا يابا ما في شيء بس انا بتركيا بنادي ليلي ومحشور. فهمت ابو
ابوي انه يا ابوي بعثت لك رقم الحساب على الواتساب، لو ما رحت هسه حولت لهم 2000 دولار بكل بساطه ما راح تشوفني مره ثانيه بحياتي. راح ابوي حول 2000 دولار وقعد كم يوم تركيا، بعدها رجع ولحد هسه هارب من ابوي ولا راضي اشوفه، حتى ما بعرف طلق امي ولا لسه. اللي بنتعلمه من هاي القصه يا جماعه، اذا رحت على تركيا اوعك تعمل مسار. بس والله يا جماعه كان معكم محمد هيكل، شوفكم الفيديو الجاي.